داخل فيهم سيستم ديالك ديال الناس وديال الماكلة والموفمون والسيستم ديال الموفمون والوقت اللي رد فيه الشمس ولا كونسوماسيون كونتيديان ديالك ديال الكافيين ولاتيتود ديالك في الخدمة وليمور ديالك ديورون لا جورني والبلاصة اللي كتخدم فيها والوقت اللي كتختار تخدم فيه والطريقة ديالك ديال الخدمة كاع سي بارامتر يقدروا يا اما يخليوك تبريباري دي فوا بلو رابيد ولا دي فوا تقل من الناس الاخرين. دونك في البداية نجاوب على دي كيستيون فريكونت على سو كونكور وندخلو في المعقول. Le TAF CMC est quoi? Quelles conditions? Quelle différence entre les ENCG? Quel ENCG passé? Le nombre de places? Même quelles les questions qui sont fréquentes de serve. Donc, au lieu le TAF CM, le test d'admissibilité à la formation supérieure en management. Le TAF CM qui 12 000 bac ou le TAF CM qui 12 000 bac plus 2 ou le bac plus 3. Les conditions de présélection, être titulaire d'un bac plus 2 en économie ou gestion, 2 DUT, BTS ou diplôme reconnu équivalent, avoir au moins une mention assez bien au baccalauréat, il y a une étnage le bac. Pour les 4 semestres de la formation universitaire, avoir au moins 2 mentions assez bien, et dit que tu cherches à faire l'HSEP pour l'ENCG, mais chaque ENCG a au minimum 2 mentions les semestres. Ou Hedou, ce sont les conditions de postulation du dossier et ne sont pas un critère de ce. يعني اللي كان عندك دو مونسيون عندك 11 في الدو هادشي ما كيعنيش راك تهز في لا بري سيليكسيون هادشي على حساب لو نومبر دو جون اللي كيدفعوا الا دفع بنادم كثير راه كيطلع السوي هو جينيرالمون كيكون ما بين 13 حتى 14 ودمي على حساب اين مدينه المهم راه ماشي فحال الطافيم والطافيم راك كتجي كتدفع لكاع لي زون سي جي ديال المغرب وكل زون سي جي عندك كونكور خاص بها كتقدر تدفع ليهم كاملين ابخي كتشوف هنا وحدين عيطوا ليك دوز منين كتكون عندك لا نوت فوق السو وديك الساعه انت كتختار اين واحد تدوز ما تقدرش تدوز اكثر من واحده حيت كيدوزوا في لو ميم شور في المغرب كامل ولا دوز ان سي جي في المغرب ولكن عندك الحق تدفع غير ال10 حيت مكناس وبني من الليل باقي يلاه بداو بروميير اني باقي ما عندهمش دوزيام اني وتروازيام اني بالنسبه للباسر اي سيت لي كونديسيون دو بريسيليكسيون اتر تيتولير دان باك بلس 3 ليسونس اون ايكونومي جيستيون او ديبلوم ريكون équivalent, avoir au moins une mention assez bien au baccalauréat, pour les 6 semestres de formation universitaire, avoir au moins 3 mentions assez bien. Après, il y a le calendrier de ce concours qui concombe les suivants. Donc, la première chose, la pré-inscription en ligne, c'est les mines qui arrivent ici le juillet. Généralement, à tout de l'inscription en ligne, il y a le flashing qui fait que tu as exactement ce qu'il y a des fautes. Bsat, les cadres, il y a un rejet de dossier, ou comme ce qu'on a fait après. Qui j'ai affichage de résultats de la présélection après j'ai 3 jours le dernier délai de préinscription en ligne retli qui a été les comme chez les dossiers de candidature n'est-ce qu'il sera bloqué la présélection dépôt qui passe maintenant fait dépôt quand tu as donné les notes que tu peux faire ou chez vous mais les qui n'est pas relevé de montre ou l'aile dans le cas où glotti chez notre qui compte un rejet de dossier ou quand tu as été non notre calme ta vraie note parfois mais c'est dit et pour ça سير رجعت لك شي حاجه في الاس 4 ولا في الاس اس ما تحطش لا نوت تخرج لك لا نوت فينال ديال غاطا باج باش تفادى هاد المشاكل الناس اللي كيدوزوا لي زيكزام دي سيمستر بير بحال اس 4 و اس اس معطلين من الاحسن تفادوا راه تراباج بالمره باش ما تضيعش هذيك لوبورتونيتي انك تدفع الباسري ابري شي ان موا ولا اقل ولا اكثر على حساب ان ان سي كيجي لا فيشاج دو لا ليست دي كونفوكي ا باسي لو طاس هادي لا ليست فينال دو بري انسكريبسيون الناس اللي يجيو يدوزو كتكون فيها اونفيرون شي 500 بيرسون على حساب كل ان سي جي مي ما كيجيوش كاملين غالبا كتجي ديك 200 واحد ابخي كيجي لو تيست اكري لو كونكور كيكون في لو ديبي ديال لا دوزيام سيمين ديال سبتمبر كدوز شي 5 ايام كيجي لافيشاج دي ريزولتا ديفينيتيف واو تاني على حساب كل ان سي جي باغ اكزومبل ان سي جي اكادير العام اللي فات خرجوا لي ريزولتا نهار الكونكور نيت حيت كان كامل كي سي ام و ان سي جي وجده خرج في 3 جور و جديده خرج في 5 جور المهم على حساب كل ان سي جي باي دو واي لو دوسي دو كانديداتور في المهم راه كيخرج في اون كوبي سيرتيفي كونفورم دو باكالوريا اي دو ريلفي دو نوت يعني فوتو كوبي ليغاليتي اون كوبي سيرتيفي كونفورم ديال الدبلوم باك بلس 2 بور اس 5 و باك بلس 3 بور اس 7 اون كوبي سيرتيفي كونفورم دو تو لو ريلفي دو نوت دو فوتو كورسيس يونيفرسيتير une copie de la CEN ou l'accusé de réception de votre inscription en ligne raquet imprimé mais qui l'inscription en ligne en que mon gars je me dis comme hitch mais je me suis tchnak à la fac ou le ST qui te fera faire et où je dois me dire hitch qu'il est qu'il est qui se tombe qui est qui s'est réouvert à noter que la tfadjé dossier blé mais t'es l'inscription en ligne et qu'il refuse le dossier
الناس اللي كيسولوا اش من النتائج ندوز من ناحيه الكونكور، ما كاينش شي انسج سهل ولا شي انسج صعيبه، ما كان فيك لي تسخسخ مع الكراود داكشي، من احسن دوز النتائج اللي حداكم. راهم كاملين تري سيليكتيف من ناحيه لي نومبر دو بيرسون اللي كيهزوا في الباسريل. كونسيرنون لو نومبر دو بيرسون اللي كتهز، راه كيكون ما بين 4 حتى ل 18 بيرسون على حساب كل انسج. دابا نعاود لكم مون اكسبيريونس بيرسون. وين في لافان ديال اس 4 مشيت كتموتيفي ديال بصح باش نبدا الخدمه، كان جا الوقت ديال التفير ومشيت لانسيج نهار ديبو الدوسي. وفريمون كان بنادم كتير بزاف، كنقول وات ذا فاك، حنا كاملين لاعبين على 4 بلاص ومعانا صحاب يو اس تي وبي تي اس اللي كيقراو علينا وكذا. كتتعق صراحه، كتقول او كاع هادشي مدوز، وكيبان لك دوك اللي كانوا معاك كيجيبوا لي دي سيت في لافاك، كتقول اوه قضيه صح. وهنا كل واحد كيفاش ايشوف هاد القضيه. كاين اللي اون فوا يبان لي باشر كتير بزاف نهار ديبو الدوسي ابوندون، يقول امبوسيبل نجيبو من هنايا، كتبدا تخرب القضيه بلا ما ندوي على الناس اللي ما تيقاش في راسها. واصلا انت باش تدفع منوياش تدفع كاع، وقلت لي ميت راسها بزاف، الوغ كو هي تقدر تكون احسن من 80% ديال البنادم اللي تما اللي باغي يدوز اب سنتيح، الوغ كو خاصها غير شويه ديال الخدمه. ما علينا، انا عدي 10 في الوطني وتخت فراسي وجبتها، مشيت ودوزت وجبتها. وانت ولا انت ما تايقينش في راسكم علاش بديت ا زيرو ملي دخلت في الاف ان؟ تقاتلت قريت في لافاك بوليتيك ديال الرياضه الجديده، قريت 2 زون، خد الدوك ديالي ب 15 ومشيت دوزت طاسيم انسيج جديده، دوزنا شي 4500 بيرسون على 4 بلاص وتزيد في لا ليست برينسيب. عمرك تليميت راسك كيف ما انا درت فيها راسي وجبتها، راه تنتا و تنتا تقدرو تجيبو، خاصك غير تكون باغي فغيمون كيف كنت باغي انا. ساكريفي بكلشي على ود عينا من طافيغسيون اللي كتعطينا 50% دايز غير سالك، الوقت اللي جا عطينا 50%، كنت حداك المرة وحدة في حياتك تعطي 100% ديال جهدك وتشوف الغيزيلت كيفاش غادي يكون، كنواعدك بلي غادي تصدم كيف ما تصدمت انا. المهم نهار التفيع شي بنادم كتير مكيهمش، حنا باقين يلاه في خاص يكون واحد ليسبري كومباتيف ديال بصح. الا بغيتي تعيش في اون سوسيتي 100% كابيتاليست بحال المغرب، هادشي في كاع لي دومين ديال الحياه ماشي غير في القرايه. المهم حنايا تجاوزنا هاد المساله ديال نهار ديبو دوسي. دابا قبل ما تنوي لا بريباراسيون خاص اون بريباراسيون مونطال. لا فاك راه كتعلمنا نوليو حربيين، كنحس بلي كدوز اون ديال لا فاك عطاتني واحد لا فونداسيون اللي نستافد منها حياتي كامله ان شاء الله. كاين اللي المشاكل كتهرسو، وكاين اللي المشاكل هي اللي كتخليه يخدم اكثر من كل شيء بسبب المشاكل اللي عايش فيها، كيولي يخدم 14 ساعه في النهار حيت عارف باللي البكا معدتو فين يوصل، ولا شكيتي لشي واحد غادي يتشفى فيك، وتحد ما غادي يتصنت ليك، غادي يتصنتو لك غير صحابك البكاي في حالك. العام اللي جاي لقاهم يبكيو، الناس ما عرفتش فين وصلوا وهما باقيين كيبكيو. فيقوا معانا الله يرحم الوالدين قبل ما يجي واحد النهار ويصرفك الواقع وتولي نادم على كاع لي زوبورتونيتي لي ضيعتي. مي كتبدا لا بريباراسيون، يا اما عطي 100% ديال جهدك يا اما ريح، راه يا اما ريح فطاكم، حيت لا يعطي 100% هو لا يجهز. اما باش تقول لي شويه قرايه شويه بحال شويه دورة، انا تكون غير كتكذب على راسك، باش تكونوا صريحين وباش تكونوا واضحين. وهذوك الناس اللي كيضلوا يسكفوا النهار والليل، ومنين كيجيب شي ايكول كيقول لك ما بريباريتش، الله يسمح لهم في النار حشومه، ما عارفينش باللي راهم كيأثروا في بنادم وكيخليوه يتسحب ليه باللي راه يقدر يجيب حتى هو بلا ما يبريبار. والله يتحشم، ما تبقاوش تسمعوا لدوك الناس، راه كيقولوا ديك الهضره حيت عندهم واحد الانسكيورتي ديال لابروباسيون سوسيال، باش انت تقول واو وتقول خونا واعر، واش تقول خونا ولا خيتي يسحب، باش خونا ولا خيتي يحس بواحد الاحساس وين طومبوريرمون كيدير هكاك، ومشكل انت اللي كتضرر. داكشي علاش انا دابا كنحاول نعلمكم، بليز ما تبقاوش تصنتوا ديك الهضره. انا معاشر مع القراي وعارفهم كي دايرين، 90% يعطيك كل وتو ما يعطيكش لانفورماسي، واخا ما تكونش من البرومو ديالو يعني ما منافسوش. هذاك الشيء علاش انا دابا كنتقاتل باش نعطيكم اي انفورماسيون، عندي اي انفورماسيون كبير ولا صغير كل شيء كنعطيه في مي فيديو، في اليوتيوب، في لي ستوري ديالي، في الانستغرام كنجاوب على تشوفو ميساج، الجروب ديالي في فيسبوك، في الجروب واتساب. معنينا دابا ملي تبدا الخدمه خاص بعدا لا بريباراسيون مونطال. انا عارف بزاف منكم كانوا كيبريباريو حتى الاخر دقيقه وكيجيبوا 14 15 في لي سيمستر. بغيت نقول لكم هاد القضيه راه كتصدق غير مع لي زيكسام، اما كونكور دادميسيون شي كرون ديكور خصوصا لي كونكور ديال باك بلس 2 باك بلس 3 حيت كيكونوا تري سيليكتيف بزاف، راه شكل اخر والله. ان كونكور تقدر 0.5 بوان
هو اللي يخليك انت تهز واحد اخر، يعني خاصك تعطي كل شيء قبل ما كتبدا لا بريباراسيون. كي خاصك تتفق مع راسك على دي بوين بلي اساكريفي بزاف ديال الحوايج هاد الصيف باش انك تقدر تجيب هاد لوبورتونيتي اللي ما غاديش تجيب، اللي غاديش تجيك مره اخر. بالنسبه لي انا بيرسونيل ممكن تكون عام عام كامل وانا كنتسنى الصيف باش نمشي البحر بيسين سفر دوران، المهم كنخرج فيه غديدي غديدي كامل داك الصيف. مي الصيف ديال الطاسيم قبل ما نبدا اتفقت مع راسي وكاين لا بحر لا بيسين، عيطوا لي صحابي راني ما بسالش، وكاين لا سفر سافروا الدار كنبقى راسي في الدار، وكاين لا دوران سالي بعد لي طاش اللي عدتي اللي عاطي راسي في النهار كتدير 10 ديال الخدمه في النهار باغ اكزومبل، اللي كملتها مع كنبدا مع الفجر كتقدر تبقى لك شويه ديال الوقت بالليل كتخرج فيه كتغي كومبونسي راسك على الخدمه اللي درتي باش يعني باش تبدا تولف الدماغ على ديك لا ريكومبونس اللي كتعطيها على ديك الخدمه واللي دايره ديما. ولكن خاصك تتفق مع راسك على هادشي في البداية باش انك تقدر تريزيستي لي طونطاجيف باغ اكزومبل، ملي يجي عندك واحد صاحبك ولا صاحبتك كيقول لك يلاه نجيبو شي طاورة على البحر ولا شي حاجة تكون عارف اش كدير وتجاوبهم بصراحة. انا صراحة من الجون اللي عزيز عليا لا بلانيفيكاسيون بزاف، واخا كندير غير 80% ولا 90% دي بلان اللي قلت ندير، مي راه فريمون فريمون كندير دي بلان زوين. المهم بوغ لو طاف سيم كدوز تيسكاو وخدمت خدمت ليهم ما جبتهاش وات ايفر مي بي دو ريزونز واي it was a huge upset. تهرست فيها مي استعملت ديك التهريسة باش تطلعني شحال وانا خدام اليوم ما جبتهاش. في اللحظة اللي تلاحوا فيها ليليست وكنقلب على سميت وما لقيتهاش سديت سيت وجبت ورقة وستيل، وفي ديك اللحظة نيت الدموع في عينيا وانا او ميم طون كنكتب ان بلان دو بريباراسيون على سيجي، يعني ما خاصك تحاول ما تخلي حتى شي حاجة تهرسك، خاص يكون عندك واحد القلب قاصح ما تهرسش صغير لا طيحاتك شي حاجه كيخصك تنوض. وديما كنقول في لي فيديو القدام والله كوما بريباريت اسكام من جيب تعلمت بزاف كوسا سوا في لي ماتير لي بريباريت كوسا سوا من ناحيه الكونكور كيفاش كيدوز كوسا سوا انكور مونطالمون لو نيفو دو ديديكاسيون لي خاصك دو ديديكاسيون لي خاصك تعطي. درت واحد 100 داي تشالنج خاصك المهم خاصك تعرف لو روغري دابا مناش كيجي راه كيجي من لو في ديال انه تعطاك اون اوبورتونيتي كبيره بزاف وتضيع ماشي بوغ اون ريزون اكستيرن من سبب انك ما بريباريتيش سيفيزون. فريمون كيجيك واحد الغوغي اللي كيقدر يبقى تابعك ديما، وراه فريمون هذاك الغوغي اخيب حاجه وصعيب صعيب تحيدو كتحس بيه كياكل فيك من الداخل بحال شي فيروس. دونك باش نتفادى هادشي كنت مستعد نعطي كل ما عندي. درت 100 داي تشالنج اللي درت مع راسي انني نخدم 10 في النهار، اللي خدمت غير 8 نهار بسبب شي ظرف شي نهار بسبب شي ظرف راه لغت لي غنخدم 12. المهم خاصني نكمل ديك 70 ساعة في السيمانة فراس السيمانة باش ماكل، واخا بارفوا من نعس تلت ثلاثة ولا الرابعة المهم نكمل، حيت انا كنخدم الصباح بكري كنبدا مع الفجر كتجيني احسن وقت ديال الخدمة. ولكن الناس راه كتختلف كل واحد والوقت اللي كيرتاح فيه. انا الصباح هو مون بريفيري مورا 6 ديال العشيه وكنحس باللي لا بيرفورمانس ديالك طيح بزاف. هاد ال 100 داي تشالنج خصني نكمل 1000 ساعه دو بريباراسيون بو ان 0% دو ريسك، ونحط براسي عطيت كل ما عندي باش ما يجينيش دوك لو ركري. كنت كاتب بلان ديال هاد 100 ديال هاد 100 جور كامله اش نخدم فيها كاع لي ماتيغ اللي كيتحطوا باش نعرف سي ماتيغ. جبت شي هادوك لي 200 ايبروف دو طافسيم وبديت كنشوف كاع لي ماتيغ اللي كتحطوا تلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون تحت تيليشارجيهم دابا باش تكمل معايا لا فيديو. كان صراحه هذاك هو لوبجيكتيف فينال هو انني نولي قادر نجاوب عليهم كاملين، وهذا الشيء خلاني نميزيغ لو بروغري ديالي في الخدمه حيت كل نهار كيوليو بانوا ليا بلو فاسيل، وحيت راه فريمون اوعر طريقه باش انك تجيب شي كونكور هي تميتريزي لي كونكور القدام راه شي حاجه باينه. دونك اتس وورث ات بروغرام انكلو les méthodes de mémorisation intensive, méthodes de travail de longue heure sans fatiguer ton cerveau. Hadou fiyom bzaf medical, hadou yani brièvement fait la vidéo hitch dakhl fiyom système ديالك ديال الناس وديال الماكله والموفمون و système ديال الموفمون والوقت اللي رد فيه الشمس ولا consommation quotidienne ديالك ديال الكافيين ولا attitude ديالك في الخدمه ولا humeur ديالك durant la journée والبلاصه اللي كتخدم فيها والوقت اللي كتختار تخدم فيه والطريقه ديالك ديال الخدمه. كاع سي بارامتر يقدروا اما يخليوك تبريباري دي فوا بلو رابيد ولا دي فوا تقل من الناس الاخرين. هادو هو اليوم سيت فيديو بريف ما حيتش كل بوان فيه بزاف، وان شاء الله في لي ستوري ديالي في الانستغرام دوي عليهم اون ديتاي حيت فريمون فيهم بزاف
تشكيل تلقاو انستغرام ديالي باش تشوفوه هما تلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون لتحت شنو لي ماتيير لي مبدا بيان كومونس بار سي ماتيير بدا بلا كونتا جينيرال ستاتستيك مانجمنت ماركتينغ والماتش هادوك كنلقاهم في لا ماجوريتي دو كونكور واصلا اي كونستيتيو لا باز دو بليزيور اوتر ماتيير Comment rester motivé? Une personne qui manque de faire une liste, faire les motivations, les brindre le séjour en même temps que je les menace. Il y a ni les conséquences de l'animalship sur le séjour. Ça a fait les menaces. Quand on est motivé, on est charmé les motivations, bzzzaf. Ou qu'est-ce qu'on chauffe tout le soir, mais qu'on fait ou tout le lit avec le menace, que j'ai un bzzzaf à l'occasion. Travailler ensemble ou seul. بجوج اي خاصك وقت اللي تخدم فيه راسك من كتكون كتعطي لكل كونسيبت حقه وكتخدم فيه مزيان واي خاص يكون معاك شي حد ملي تكونوا كتخدموا لي زيبروف باش كل واحد يصحح الاخر ورقته باغيك وتناقشوا في داكشي اللي فاهمين وداكشي اللي ما فاهمش يعني خلي لا بالونس بين الخدمه راسك ومع كلكان في طون ليف يا بوكو دو ماتيغ ا بريباري كومون ساسيغ كو جو سوي دون لا بون فوا فير مون اوبجيكتيف لي زيبروف هما لي جاوب شوف راسك واش كتقدر تجاوب على 80% ديال لي بروف ولا باقي احسن طريقه باش تعبر لو بروغري ديالك هي هادي ما تنساش تيليشارجي لي 200 ايبروف لي لحقت في لا ديسكريبسيون تحت اش ندير مع صحاب لي دي ستيت سونتي لي ميور اي دونت ثينك سو ريسك دوبليي ان بو لي ماتيير دو ميموريزاسيون دون لي ديرنيي دو سيمين هنا كنبداو عاوتاني لي ميثود دو ميموريزاسيون ا لون تيرم اي ريفيز لي لا ريفيزيون كونستيتو فيها 90% و لا ميثود ديال سبيس دو ريبيتيشن كومون جيري لو ستريس انا بالنسبه لي الحل ديال ستريس هو الخدمه كل ما كنتي كتبريباري اكثر واثق في راسك كل ما كنتي موان ستريسي الا ما كنتيش بريباري بطبيعه الحال ستريس اصلا اللي كان كيمثل هذا الكونكور ولا هذا لوبورتونيتي شي حاجه كبيره بزاف عندك اون كومون 500 كي فول بريباري سولمون 5 ولا 10 اللي كيبقاو جيسكا لا فان دو بروسيسيس اي سون سو كي سي سيليكسيون فينالمون و موست امبورطانتلي كيف ما قلت لكم هي انك تبقى زيرو ستريس طول لون دو بروسيسيس بالخدمة واحد القضيه اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال لي ستوديون كيولي يحس براسو زيرو انرجي هاد القضيه عاديه راك ما مريض ما والو نعطيكم واحد ستيبس عاونوني نتفك من هاد القضيه فاسيلمون بالزربه باش ما نطولش عليكم لا فيديو بزاف نعس تيفيزامون احترم لي سيكل دو ترانسفورمي وما تهرسوش بشي الارم باش ما تفيقش خاسر ونعس بكري باش تستافد من لا ميلاتونين وتفادى لي زامبيشمون ديال لا ميلاتونين بحال الضوء بزاف بالليل حيتاش كيولي الدماغ ديالك كيتسحب لي راه النهار وهادشي كي 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 كيخليش ميلاتونين تفرس في الدماغ ديالك وما كتستافدش من النعاس ديالك ولا لغت ليك تفيق عيان وكطيح بيرفورمانس ديالك في اللون تيرم تعرض للشمس واحد 20 دقيقه او موان تمشى فيها في النهار باش يبقى الدماغ ديالك ولو كور ديالك انرجيتيك راه الشكل ديال نوكور كيبين لينا اكثر باللي راه نوكور مخلوقين للحركه ماشي للجلوس والناس دير انكزرسيس فيزيك كل نهار واخا يكون ساهر المهم خاصك تحرك باش يدور الدم في ليفين خصوصا الصباح على ود لوندورفين والدوبامين في الدماغ لي دو هرمون اللي كيعاونوا الدماغ بزاف واللي كيخليك تحس براسك مزيان وتحس براسك فرحان وطيح او ميم طون من الكورتيزول والادرينالين سحب ميسكيلاسيون عارفيني بالضبط علاش تاعو لي هرمون كيطيحوا بيرفورمانس بزاف تشربش قهوه اكثر من مره واحده في النهار وما تشربهاش مورا 3 ديال العشيه باش ما كتهرش ليك النعاس ديالك راه كيبقى لي في ديالها شي 6 اور شرب الماء اكثر بزاف حيت الا نشف الدماغ ديالك ما غيبقى يشد والو مشكله ما كيجيش العطش ما كيجيكش العطش حيت الدماغ ديالك ما كيبقاش يفرق بزاف ما بين واش انت عطشان ولا جيعان ترك عطشان وكتحس كيتحب راسك راك جيعان وهادشي كيزيد ينشف الدماغ ديالك ولي في لي كومونتير شحال من وحده من هاد لي 5 كونسيل اللي قلت لكم كديرها انت ديجا ولا دوزيام بارتي دو سيت فيديو ندوي فيها ان شاء الله على لي ميثود دو ميموريزاسيون انتنسيف ولا بريباراسيون انتنسيف سون بير دي انرجي بزاف وهاد لي ميثود باش تبقى الانرجي ديالك طالع النهار كامل ديما باش تعطي احسن من كل شيء كتبقى اهم حاجه تخدم على لي زونسيان اناف بيان سور المهم نعطيكم اكزامبل ديال ان جور تيبيك في هاد لي 100 جور ديال بريباراسيون ممكن نعس مع 10 ديال الليل اونفيرون كنكون كتبت تو دو ليست ديالي شنو باغي نخدم لغد لي ماتيير اللي باغي نخدم كنوجدهم في الشكاره كنفيق مع 5 ديال الصباح مع كنحل عينيا كنشرب كاس ديال الماء كندير واحد 7 مينوت ورك اوت باش نفيق مزيان وكنجمع شكارتي كنخرج كنتخطى الفطور وكنهبط للقهوه كندوزو مع شي كافي كريم الفطور ديالي
الوقت اللي كنكون كنفطر فيه كنجبد شي ديكس في يوتيوب. اون فوا كنفطر اون فوا كنفطر ما كنخدمش الصباح في الدار باي ذا واي، حيت الدار كتجيب لي الناس ديال بصح، مي العشيه كنخدم في الدار. المهم اون فوا كنفطر كنبدا الخدمه بومودور تكنيك اللي دويت عليها في الفيديو ديال ستادي لي ستادي سمارت. ساعة ديال الخدمة 10 مينوت روبو، ساعة ديال الخدمة 20 مينوت روبو، كنضرب 4 ولا 5 ولا 6 بومودورو يعني 6 ساعات ديال الخدمة. كنخرج كنتمشى 20 مينوت تحت الشمس، كندخل الدار كنتغدى غدا خفيف ديال بريباراسيون باش ما تعياش بزاف، حيت الا ضربتي مثلا شي غدا اللي تقيل راه الانسولين كيهلك الجسم ديالك، ماشي كيهلكو هو كيجيب لك الناس بزاف. اون فوا كتغدى كندير واحد الباور ناب سياسة 20 مينوت باش تفيق السيستيم نيرفو ديالك مزيان. كنفيق هادشي ديال بصح كنشرب الماء ديال بزاف، كنخرج صافي كنكمل شي قرايه غير في الدار. سد عليا ديج بومودورو تكنيك، نكمل 10 ديالي وكنكافئ راسي في الاخر ديال النهار باش الدماغ ديالي يزيد يعطيني اللي خدت ليه. كل واحد كيختار باش كيكافئ راسو. و لو جور دو كونكور بيان سور اكوردي اون امبورطونس كروسيال ا سي جور، بون سومي نعس مزيان، بون اتيتيود بون هومور، ام اي ستريس اور اكسايتد، فيك ات تيل يو ميك ات، كيف ما كتقول اميكو دي في سون ميور تي ديك لي نفعني بزاف. يو ريلي وان تو نو لو ميور بيتي دي جوني بوغ ان بوست دينيرجي ا لون تيرم. خاص تكون في شي حاجه ما كتهضمش دغيا وكتخلي الانرجي لونغ اور فحال البيض باغ اكزومبل. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، نكمل لكم في لا ديزيون.